السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. هنتكلم النهاردة في موضوع مهم جدا عن اهم وسائل الردع الاستراتيجية اللي ابتدعتها روسيا وتبعتها اليها الصين وموقف امريكا منها، فتابعونا للنهاية. في الفترة الاخيرة وتحديدا اخر 20 سنة، الولايات المتحدة بتعطي اهتمام كبير لمنظومة الدرع الصاروخي العالمي، يعني بتقيم حوالين كل أعدائها المحتملين اللي بيمتلكوا قدرة مهاجمتها بالصواريخ البالستية العابرة للقارات، جدار ناري من الصواريخ المضادة ومنظومات رصد وإنذار مبكر هي الأكثر تقدما في العالم، بتضم تلقي البيانات من الأقمار الصناعية وطائرات الأوكس في الأجواء والمناطيد على الأرض والرادارات فائقة التطور على السفن، بالإضافة إلى الصواريخ المضادة المخصصة لضرب هذا النوع من الصواريخ البالستية العابرة للقارات. لأن أمريكا من بعد تفكك الاتحاد السوفيتي بتشوف أن الخطر الوحيد عليها ممكن يأتي من خلال هجوم نووي مباغت بالصواريخ البالستية النووية، واستخدمت أراضي الدول الأوروبية القريبة من روسيا في نشر مكونات الدرع الصاروخي على أراضيها، وكمان نشرت مكونات الدرع الصاروخي في البحار والمحيطات ومنها البحر المتوسط وفي جنوب أوروبا وعند الصين، أحاطتها بشبكة من الدول المعادية، وزرعت الدرع الصاروخي في تايوان وكوريا الجنوبية واليابان واستراليا، وبتخطط لاستخدام الهند، وبتكثف جهودها لانتزاع باكستان من الصين. وبالفعل أسقطت حكومة عمران خان الموالي للصين وروسيا، وجاءت بحكومة شهباز شريف المقرب منها لإتمام تطويق الصين. في مثل هذه الحالة الصين لن تترك شيئا للصدفة، وهي بتتوقع فعلا أن أمريكا تنجح باستخدام نفوذها في تطويق الصين من جميع الجهات بمنظومات الدرع الصاروخي. لذلك كان التركيز من أكبر بلدين بيرضعوا الولايات المتحدة حاليا وهم روسيا والصين على جانبين: الجانب الأول تطوير الأسلحة القادرة على اختراق الدرع الصاروخي، وأبرز أدواتهم واللي نجحوا فيها بالفعل هي الصواريخ الانزلاقية الفرط صوتية. أما الجانب الثاني واللي هو موضوع حلقتنا النهاردة الأساسي، وهو استخدام وسائل الردع النووي التحتمائية، واللي كانت في البداية قائمة على صواريخ نووية بيتم إطلاقها من غواصات بتجوب البحار والمحيطات، ولكن مؤخرا أدخلوا متغير جديد أكثر رعبا وهو توربيد يوم القيامة حسب ما أطلقوا عليه. بيقولوا عليه توربيد ولكنه في الحقيقة جسم ضخم في حجم غواصة صغيرة مزود برأس حربي نووي وبمحرك دفع نووي. أطلقت الصين على هذا التوربيد الضخم اسم ستاتيوس 6، ووفقا لصحيفة جلوبال تايمز الصينية تم اختبار التوربيد اللي بيفترض انه بيحمل رأس نووي بالفعل في عملية تدمير ميناء وساحل افتراضي المفروض ان تابع للولايات المتحدة. حسب الصحيفة الصينية التجربة كانت ناجحة في تحقيق التدمير الافتراضي، رغم ان الاختبار تم بدون استخدام رأس نووي، ولكن في مقاييس واجهزة استشعار تم نشرها في منطقة التجارب المحيطة. حسب الصينيين وصل عددها لألف جهاز استشعار تمكنت من خلالها من رصد جميع الحسابات والدلالات المطلوبة من الاختبارات، واللي بتؤشر انه في حالة تركيب رأس حربي نووي على التوربيد هيتمكن بالفعل من تدمير ميناء امريكي ضخم وتفجير الساحل الامريكي وتدميره، وصنع موجة تسونامي هتتسبب في غرق مدينة او ولاية ساحلية بموجات من المد البحر الساخنة المصحوبة بالاشعاع النووي اللي هيمتد تأثيره لعشرات السنين على المكان اللي هيتم استهدافه بالتوربيد ستاتيوس 6. فكرة التوربيد نفسها الصين مش هي اول دولة فكرت فيها، لان روسيا نفسها سبقتها اليها وبدأت من زمان العمل على التوربيد النووي بوسيدون، واللي بيعتبر الاساس الفكري اللي اقتبست منه الصين هذه الوسيلة المرعبة. لكن الفكرة انه في ظل تقدم كبير للبحرية الامريكية وامتلاكها وسائل حديثة جدا لكشف الغواصات، فكرة ان الغواصات تقوم باطلاق ممكن يتم كشفها والعمل على اعتراض التوربيد بعيدا عن الشواطئ الامريكية، خصوصا ان الولايات المتحدة الامريكية بتطور حاليا نوعيات من الغواصات والتوربيدات المضادة الفائقة السرعة، بخلاف ان الغواصات الموجودة حاليا فتحات اطلاق التوربيد فيها ضيقة وغير مؤهلة لاطلاق توربيدات نووية ضخمة بهذا الحجم. الروس تداركوا هذا الامر واشتغلوا على انتاج نوعيات جديدة من الغواصات الغير مأهولة اللي بتشتغل بالدفع النووي، وده هيمكنها من المكوث في قاع البحار والمحيطات لعقود بدون الحاجة الى اعادة التزود بالوقود.
وبخلاف ان هذه الغواصات هتكون عبارة عن مركز استشعار كامل، وهيتم تزويدها باحدث انظمة الرصد والاستشعار البحري، وطريقة عمل هذه الغواصات هتكون مختلفة تماما عن عمل الغواصات التقليدية، لانها في عمرها كله حركتها هتكون بسيطة جدا، هتتحرك بهدوء لحين الوصول الى مكان معين، وهتتمركز في قاع البحر او المحيط كأنها صخرة عادية موجودة في قاع البحر، وهتكون ثابتة تماما، وهتبدأ تفعل مستشعراتها بالقرب من السواحل الأمريكية بطريقة تخليها في أمان من الكشف، لأنها هتكون صامتة تماما، وهتتواصل مع مراكز القيادة الروسية سواء من خلال الأقمار الصناعية المخصصة للاتصالات المشفرة، أو من خلال وصلات البيانات مع غواصات القيادة الروسية المنتشرة في العالم، وهتنقل لها بيانات ما ترصده خلال مراقبتها للسواحل الأمريكية، وكمان هتمكنها من إطلاق التوربيدات النووية بوسيدون باتجاه السواحل الأمريكية. كل غواصة غير مأهولة من هذا النوع هتكون قادرة على حمل 12 توربيد بوسيدون، واللي هو نفس الفكرة اللي بيقوم عليها التوربيد الصيني ستاتيوس 6. روسيا حسب ما أعلنت بعض المصادر الأمريكية تمكنت من إنتاج غواصتين غير مأهولتين من هذا النوع، وأخضعتهم للتجارب من سنة 2018، ونجحت الفكرة بالفعل، ولكن غير معروف وجهتها الآن وأين هي. اختفت في أعماق المحيطات محملة بعدد من التوربيدات النووية، وبتعكف روسيا على بناء 4 غواصات أخرى غير مأهولة من هذا النوع. طيب هل الولايات المتحدة غافلة عن هذه التحركات الروسية والصينية الخطيرة، ولا بتتابع هذا الموضوع وبتستعد له؟ في الفترة الأخيرة نشر في الميديا الأمريكية عدة مقالات تناولت هذا الموضوع. في مقالة لكاتب اسمه ديفيد أكس في صحيفة فوربس قال فيه ان هذا التوربيد هيتم اطلاقه من محطة غير مأهولة، هي في الواقع هتكون محطة للتجسس، هتتمركز في قاع المحيط، وهذا سيجعلها مثالية للقيام بمهام التجسس على السواحل وتتبع تحركات اسطول العدو، وبهذه الطريقة هتكون حاملات التوربيدات النووية عبارة عن محطة تجسس، وفي الوقت المناسب هتقوم باطلاق التوربيدات النووية وبدء الهجوم النووي. وان روسيا بتبني حاليا حاملتين جديدتين للتوربيدات، واقتبس في مقاله عن بيان صدر من الجانب الروسي أكد أن هذه الحاملات الغير مأهولة اللي تم اختبارها في البحر الأسود أظهرت فاعليتها في الرصد والاستجابة للتهديدات تحت الماء، ووفقا للخبراء اللي أشرفوا على التجارب أظهرت قدرتها على حساب وتتبع الأجسام الكبيرة. أما الموقف الرسمي الأمريكي نفسه فقالوا أنه شيء آخر هجين غريب، وقالوا أنهم رصدوا أمرين لهم دلالة مهمة جداً، وهي ان روسيا بتبني حاملات توربيدات جديدة غير مأهولة، وكمان بتبني رصيف بحري لإيواء هذه الأجسام البحرية الغير تقليدية الهجينة. واستغربوا من حجم التمويل والأهمية اللي بيوليها بوتين لهذا السلاح تحديدا، وانه من حجم التمويل وسرعة نشاط التحركات الروسية بيظهر انه هيكون محور اهتمام أساسي كسلاح رادع مستقبلي. خبير عسكري أمريكي متخصص في الأسلحة النووية والاستراتيجية اسمه كينغستون رافي أكد أن مشروع حاملات التوربيدات الغير مأهولة والتوربيدات النووية هو مشروع روسي واسع النطاق، وصفه بأنه مشروع روسي بشع، ويهدف إلى التغلب على الاستثمارات الأمريكية الضخمة في مشروع الدرع الصاروخي لتقليل عوامل الردع النووية، وأن بوتين من خلال استثماره في الأسلحة الفرط صوتية والتوربيدات النووية بيهدف أن يكون ليه بوليصة تأمين نووية ضد الولايات المتحدة. والفكرة نفسها استهوت الجانب الصيني اللي اقتبسها واشتغل عليها بعد روسيا بسنتين، وده بيوضح ان روسيا حتى الان مع وضعها الاقتصادي الاقل من الصين بتقود جهود الردع النووي وابتكارات الاسلحة النووية المضادة للولايات المتحدة في العالم، والجميع يتبع خطاها. حلقتنا انتهت، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.